جميل جدا. حضرتك لبناني، ويعني الدولة اللبنانية في شأن الصراع الإيراني السعودي اعترضت على إدانة إيران في هذا فهذه المشكلة الأخيرة لما جامعة الدول العربية اجتمعت لإدانة ما فعلته أو ما فعله بعض الإيرانيين في السفارة والقنصلية السعودية في إيران. لبنان اعترضت على الإدانة. لا لا، هقول لك شغله. شعبا وحكومه كانت الناس ولا زالت ضد الاعتداء اللي حصل على السفاره السعوديه بطهران. طب لماذا اذا رفضت الدوله اللبنانيه الادانه؟ لا لا يعني حتى لم توجه ادانه، لم توجه بيان ادانه، ربما هي الدوله العربيه الوحيده التي لم توجه ادانه. هل هو خوفا من حزب الله؟ خلينا نتكلم لا 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 لا، يعني في سيطره لحزب الله. بقول لك صار ادانه للاعتداء على السفاره. هلا يبدو البيان تضمن ادانه ايران في قضايا اخرى. هنا تحفظ وزير الخارجية اللبناني، أخذ موقفه وحر فيه. أما إدانة حرق السفارة وإيداع السفارة السعودية، ده كان محل إدانة رسمي وشعبي. بعدين نحن ما ننساش حتى الإمام الخامنئي أدانة وقال إنه ده كان عمل غير سليم. يعني في ناس حتى بطهران رسميا أدانوا هذا الاعتداء، اعتداء هذا يعني مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ما حدش يقدر ما يدينه يعني.